اللي جاي دايما ان شاء الله مزيد من النجاحات، طالما في ناس كتيره قلبها فعلا على النادي وبتفكر في المستقبل. زي ما حضرتك شفت المشروعات كلها اللي بتحصل الايام دي او اللي بتفتتح الايام دي، مش مشروعات هنستفيد بيها النهارده بس، ولكن بعد سنوات وسنوات وسنوات. معناها ان كل واحد فعلا قلبه على استمراريه ونجاح النادي الاهلي على المدى الطويل. نستنى منها طفره جديده في الرياضه المصريه، لان النادي الاهلي ركن من اركان الرياضه المصريه الاساسي اللي دايما بيحصد التطوير جوه النادي وبعدين يحصل زي تشعب في بقية المجتمع. دايما النادي الأهلي هو القدوة. دخول الاستثمار بهذه القوة والاقتصاد بهذه القوة في تنمية الرياضة، مش بس الأندية الرياضية ولكن مراكز الشباب واجتماعيا، وأنك تكون في موجود في كل الأنحاء. يعني احنا النهاردة دلوقتي في طيبة في الصعيد، أنك تقدر توفر الخدمات دي لأهل النادي الأهلي وأهلنا وأسرتنا في كل حتة، دي حاجة الحقيقة أهم من العوائد اللي ممكن توصل لنا استثماريا.